في إطار الاجتماع الدوري للجمعية البرلمانية من أجل البحر الأبيض المتوسط، يعقد مجلس النواب الدورة الثامنة لهذه الجمعية، وبالمناسبة أنه تم استدعاء الجامعة الأورو متوسطية بمدينة فاس وحضور طلبة حوالي 320 طالب اللي يمثلون أكثر من 30 دولة فيها إفريقيا وفيها أوروبا. هذه الجامعة اللي كانت هي الثمرة وإنتاج ديال الجمعية من أجل المتوسط أو من أجل البحر الأبيض المتوسط، وهو المنتوج الوحيد اللي خرج لحدود الساعة واللي يشتغل بشكل جيد جدا، ومجموعة ديال الطلبة يستفيدون من التكوين في هذه الجامعة بمدينة فاس. واليوم كانت مناسبة على هامش هذا الجمعية الوطنية للاتحاد من أجل المتوسط، غيكون لقاء مع الطلبة والبرلمانيين من الذين يمثلون 47 دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط، باش نوريو لهم هذا المنتوج اللي المغرب نجحوا بشكل جيد جدا، نفتخروا به برئاسة جلالة الملك وبالأطر التربوية من عمداء ومن مديرين وأعضاء المجلس الإداري. مناسبة كذلك هالطلبة هادو طلعوا على التجربة المغربية وغادي يناقشوا حوالي 8 ديال المحاور مواضيع اللي غادي تكون فيهم واحد الوثيقة نهائية ستعرض للمصادقة على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.